عندنا واجبات هوم ورك نعطيها لكم، انتم بعد تأدون الواجب ترسلون لنا الواجب ان كان الكتروني او حضوري. احيانا الكويز يكون نفسه هو الهوم. طلاب هذا المختبر كلش مهم، ارجو منكم التركيز به، واي شيء ما فهمه غير واضح قولوا لي حتى اعيده او افهمكم اياه بصوره ابسط. تمام؟ طلاب اخذتوا بالمختبر الاولاني المختبر رقم واحد، مختبر رقم اثنين، بالاخص مختبر رقم اثنين طرق العد مالت المايكرو اورجانيزم، تتذكروها ولا ما تتذكروها؟ اي دكتور طلاب وياي لو لا؟ نعم. تتذكروا طريقه العد الاولى شنو كانت؟ اي احد يجاوبني؟ ما تتذكرون؟ يتكن صح. يا طريقة شنو؟ طريقة شنو؟ أي أحد منكم يجاوبني؟ يا طريقة؟ تقارير دكتور. ما الصوت كلش ناصي. المهم طريقة الصب، طريقة بور بليت أو سبريت بليت لخدتوها بالتربة إذا تتذكروها، وقلنا بيا قانون وهذا القانون على اساسه يتحدد. يا طريقه اذا كان طريقه البور بليت مقلوب التخفيف في عدد المستعمرات، بينما اذا طريقه النشر كانت مقلوب التخفيف في 10 زين عدد المستعمرات. هاي كليتها. المهم طلاب هاي الطريقه هي تسمى موست بروبابل نمبر، طريقه العد الاكثر احتمالا. هاي الطريقه كلش مهمه، ايضا تعتبر احدى الطرق في حساب اعداد خلايا البكتيرية. هاي كلش مهمة، للمختبرات الجاية طلاب راح تعتمد على هاي الطريقة. ركزوا على هاي الطريقة. تمام طلاب. طلاب أول فقرة بالمختبر اللي شفتوها هذا الموست بروبابل نمبر هي تكنيك از ميثود، هذا شنو هذا؟ هذا تعريف. أخاف يجيب لكم تعريف بالامتحان بالكويز. هذا التعريف يقول هي طريقة estimating، هي شنو estimating المن number of bacteria in food and water or no or water sample. إذا هي طريقة تستخدم لتقدير أعداد البكتيريا الموجودة إما بالمياه أو بالغذاء. إذا هاي إحدى طرق العد، وهذا التكنيك هو replicate portion، يعني هو عبارة شنو تضاعف أجزاء من مادة الأورجينال سامبل، يعني المادة ما تبدا أسوي deduction عنها. راح على أساسه شو يصير؟ determine المن وجود present او absent element للمايكرو اورجانيزم بكل جزء. صار معلوم طلاب؟ اذا هي تقنيه لتقدير احياء المجهريه الموجوده بالمياه او بالغذاء. احنا هسه شغلنا مياه مو غذاء، بس هي بسرعه هذا التعريف. وهاي التقنيه تعتمد على اجزاء، يعني شنو مكررات. هاي المكررات تقدر لنا وجود المايكرو اورجانيزم بعينه الماء لو ما موجود. واضح التعريف؟ طلاب وياي؟ اي دكتور واضح. تمام. بس لو واحد من عندكم بس يكون حتى اعرف اكو اتصال بينه وبينكم. ما مقصود اتصال. طلاب عندكم هاي الفقرتين preparation of medium كلش مهمه مال untreated والtreated. هاي نقطتين اساسيه. نجي على تحضير الوسط، هذا الطريقة مالت البوست برومال نمبر، طريقة الام بي ان، طريقة العد الأكثر احتمالا، لها تحضيرات خاصة. يعني مو مثل طريقة النشر أو طريقة الصاب، رسم جبنا وسط ضفنا وضفنا العينة مالتنا ورسم حسبت، لا. هاي عبارة عن شنو؟ عبارة عن 15 تيوب. كل تيوب يعني كل هذول 15 تيوب مقسمة على ثلاث جروبات، كل جروب يحتوي على 5 تيوبات. صار واضح إن شاء الله؟ أي دكتور. تمام. نجي هنا ناخذ الجنرال مالت الكلام مالتها، شنو هاي التيوبات ال 15 ايش بيها؟ هاي عاد من وسطين، اما التازاين بيبتون ستارش ميديوم او اللاكتوز بروث. اللاكتوز بروث راح ناخذها بالمختبرات الجايه، راح نركز عليه اكثر. اوكي؟ او شلون نقول لاكتوز بروث اذا نريد مثلا نتحرى عن ديتكشن عن الكوليفورم بكتيريا. طلاب انا دزيت لكم واجب هوم ورك الكوليفورم بكتيريا لو لا؟ لا دكتور. اوكي هذا ان شاء الله اليوم ادز لكم حتى على الاسبوع الجاي، يعني خلال هذا الاسبوع تدزوا لي اياه.
قبل المختبر الرابع ان شاء الله، لان له علاقه بالمختبر اللي جينا ان شاء الله. المهم فاحنا وين نركز هسه على الكازا امبيكتون ستارت ميديوم، باعتبار احنا جنرال الديدكشن عن المايكرو اورجانيزم بصوره عامه، ما عندنا يعني فد شيء خاص. تمام طلاب، عاده المياه الالتريد يعني غير معالجه او البوليوت الملوثه ايش بيها؟ عاده هال 15 تيوبات بيها شغلتين اساسيه، بيها هو السنجل كونسنتريشن ودبل كونسنتريشن. يعني اكو تيوبات راح تكون تراكيزها مضاعفه، اكو تراكيز راح تكون نورمال اعتياديه غير مضاعفه. تمام؟ فنجي هسه على المعامله ويا المياه الغير معامله او غير يعني شلون مو نقيه. اوكي؟ هنا عندنا شنو الاستخدام مالتنا راح يكون؟ طلاب اول احنا مو قلنا ثلاث جروبات، كل جروب يحتوي على خمس تيوبات، كل تيوب من هالخمس التيوبات من كل جروب يحتوي على 10 مول. كل تيوب من كل جروب يحتوي على 10 مول. صار واضح طلاب؟ نجي على بالمياه الغير معامله او الغير معالجه، اول جروب يعني اول خمس تيوبات يكون الوسط محتوي على دبل كونسنتريشن، يحتوي على وسط مضاعف التركيز. يعني كازا انبيكتون ووتر لو بالتحضير مالته بال 10 مول نخلي 1 جرام، هنا راح نخلي 2 جرام. هاي من باب المثال. تمام طلاب؟ بينما الجروبات الثانيه والثالثه لا راح تكون تختلف. راح تحتوي على ايش قد؟ على سنجل او النورمال كونسنتريشن، تحتوي على شنو؟ 1 جرام على سبيل المثال. واضحه طلاب؟ اي دكتور. تمام. اما اذا كانت المياه غير معامله فهي اكو طريقتين يستخدموها بالعاده، احنا ناكتبنا فد وحده من الطرق. الطريقه مالتها كالاتي راح تكون، كونها هي مياه معامله يعني شنو؟ يعني مياه خلينا نقول باعتبار انه هي ما تحتوي على مايكرو اورجانيزم، فهنا عمليه الدبل كونسنتريشن راح تكون بالعكس. اذا استخدمنا خمس تيوب العفو مو 15 تيوب، راح نسوي اول جروبين دبل كونسنتريشن، ثالث جروب راح يكون سنجل كونسنتريشن. بناء على كاتب لكم اياه بالمختبر اذا تقرونه، هو مقسمه على اكو جدول، هسه راح تشوفون اكو جدول انا ننزل لكم اياه ان شاء الله، بس هذا الجدول مال التريد ما منزله. اللي هو ناش مستخدم؟ مستخدم مجموعتين، ما مستخدم مجموعه واحده. طلاب انتبهوا. مستخدم مجموعه واحده، المجموعه الاولى مسوي دبل كونسنتريشن. اوكي طلاب؟ بس الدبل كونسنتريشن ما مفرق على تيوبات يعني خمسه. مسوي كل جامعهن الخمس تيوبات، ايش قد كل تيوب يحتوي على 10 مول، المجموع التوتال ايش قد يكون 50 مول. هاي ال 50 مول كلها جامعها بتيوب، يعني شلون نقول بتيوب واحد، كونتينر واحد، تمام طلاب؟ بس الوسط مالته يكون دبل كونسنتريشن. بينما الخمس تيوبات يعني المجموعه الثانيه خلينا نقول عليها اللي هي عباره عن خمس تيوبات، كل تيوب يحتوي على ايش قد؟ 10 مول، مسوي سنجل كونسنتريشن. هذا الفرق بين المياه المعامله والمياه الغير معامله. ليش خلى هنا الدبل كونسنتريشن كلها جمعها بكونتينر واحد؟ حتى السنسيتيفيتي مالت الفحص يكون اكثر دقه من لما توزن على تيوبات. باعتبار ان انت خبطت جمعت العفو دبل كونسنتريشن 50 مول، يعني دوس كلش عالي للوسط جمعته، مكان واحد جمعته. فاي وجود للمايكروب راح راسا يتحسس، وراسا راح يبدي النمو مالته يكون اراء، وراح تلف الانديكيتر على انه هالمياه هي تلوث. واضح ان شاء الله الكلام؟ واضح دكتور. ولا طلاب اذا في شيء يعني انا دا استسهل بالكلام، فحتى انت وياكم. طلاب هنا اكو اذا تلاحظون بالكلام اللي نحكي احنا هنا كاتبين درهم تيوب، اعتقد شفتوه درهم تيوب. انا شو المقصود بالدرهم تيوب طلاب؟ بالمختبر نعم، بالمختبر هذا مالتنا احنا هسه ما راح نحتاج الدرهم تيوب، بالمختبر الرابع والخامس لا راح نحتاج الدرهم تيوب. الدرهم تيوب هو شو يعتبر؟ حفظوه لان هسه بالمختبر الجاي ما راح اعيد الشرح الا ان شاء الله. الدرام تيوب يستخدمونه يسوون انديكيتر، يطلع انديكيتر انه هاي البكتيريا اللي زرعناها
تنتج غاز من خلال لما تخمر السكريات لو ما تنتج غاز. ولهذا يخلون الدرهم هذا التيوب، او درهم تيوب شنو يعني؟ تيوب صغير الحجم يصير، اوكي؟ يوضع بشكل بصوره مقلوبيه يعني. انفيرتد بوزن يعني بصوره مقلوبه. تمام طلاب؟ هاي بصوره مقلوبه يوضع بها التيوب، الغرض معي اذا تخمر السكر، اي نوع من السكريات موجوده في البكتيريا الموجوده، اذا خمرتها راح تنتج لنا شنو؟ غاز، هذا الغاز شنو راح يكون على شكل بابلز موجود بمن داخل هذا التيوب، فهذا يعطيني مؤشر على ان البكتيريا هنا كانت مخمره. تمام طلاب؟ فهاي فائدته الدرام تيوب. طلاب راح نجي هسه على طريقه المثال، طريقه العمل مالتنا مالت المختبر. طلاب هاي طريقة الموست بروبل نمبر الام بي ان، طريقة العدد اكثر احتمالا. دائما قلنا هالجروبات الثلاثة بدنا نستخدم باعتبار احنا المياه مالتنا المياه غير معالجة، بعدين نستخدم مياه معالجة. واحد الشكل هذا تشوفونه هاي طريقة العمل مالتنا هالشكل نشتغل. يعني لو كنا بالمختبر كنا ناخذ جروبات وناخذ هال 15 تيوب وتوزعون كميات المياه اساسا. طلاب بس باعوا يا اكو هذا الجدول. هذا الجدول مو حفظ طلاب، هذا الجدول بس ستاندرد لين ثابت، بس اذا بنحتاج نجيب لكم مساله فنجيب لكم القيم مال هذا الجدول. بس انت تعرف شو احنا اليوم راح نحكي كيفيه استخدام هذا الجدول. تمام طلاب؟ واضحه ان شاء الله؟ اي دكتور. تمام خلينا جالسين نسولف على طريقه العمل وبعدين وراها ننتقل على طريقه الجدول شلون تكمل الاليه. طلاب هذا الطريقه تستخدم عاده تقيس لنا نوعيه المياه ودرجه التلوث بالبكتيريا اللي هي ايش تقدر؟ تقدر لحد 100 مول. يعني الارقام هاي الاعداد اذا تلاحظون بالجدول طلاب مثلا تلاحظون مكتوب ام بي ان ويم رقم 23 31 مثلا مكتوب لنا 1.8 هذا شنو معناته الرقم؟ هاي ارقام معناته كل 100 مول اكو 23 مثلا بكتيريا، كل 100 مول اكو 31 بكتيريا. اوكي طلاب؟ نسب تقديريه يعني مو اكيد 100 وانما تقديريه. او انا مقصود به 100 مول. طلاب مثل ما قلنا نسوي، انا هشرح لكم على الرسم طلاب، انتم يعني تقروا 10 راح تدرون على الرسم براحتكم. طلاب اذا تلاحظون هذا هنا الموجود شنو؟ هذا الدراما تيوب دراهم. طلاب يعني قال خط؟ اي بس قصدي انه الدار هم تيوب او شيء يعني هو هذا؟ عن شنو اللي تحت؟ ما فهمت العفو. اجر هم تيوب. ايش في دارتي هذا؟ شو شيء يعني حجمه صغير بطن التيوب؟ لاحظتوا؟ المؤشر مالتي ما سامي يطيركم؟ اي دكتور يلا. هذا بلسه مؤشر عليه هو هذا الدرهم تيوب بالضبط. اذا تلاحظونه هو هذا الدرهم تيوب. يعني هو صار تيوب صغير ببطن كبير؟ بالضبط بالضبط. قلت لكم يعني لو احنا هسه بالمختبر كان شافتكم اياه الدرهم تيوب شلون يصير. بالضبط هو عباره عن تيوب غير الحجم يعني اذا انتم اعتقد يمكن تيست تيوب شايف هذا التيوب الاعتيادي. اي دكتور. نفس الديزاين مال التصميم بس يكون على حجم صغير يكون. وهذا يسمونه بالدرهم تيوب. تمام؟ هسه هذا الفلاسك مالتي اللي يحتوي على شنو؟ الاوردينال سامبل يعني شنو عندي مثلا مي. مي انت مي بركه، مي نهر، مي بحر، يعني انت مي جبته شو ديتكشن عنه، تشوف بيه بيده وما بيده وجدت المايكرو اورجانزم موجوده بيه. اوكي طلع هذا مالتي. هاي الجروبات عندكم واحد اثنين ثلاث، هاي ثلاث جروبات تمام؟ هنا الجروب الاول كونه مياه غير معالجه، فهنا ايش قد راح يكون دبل كونستريشن، تركيز مضاعف. هناك كذا حيكون single concentration and single concentration. تمام؟ علي ان شاء الله. هسه راح نجي على الاضافات، طلاب. اول مجموعه الدبل concentration الاضافه تتم كالاتي. اول ما نسوي اول عمليه شنو؟ ناخذ العفو نحضر الميديا مالتي، الميديا مالتي مالت الوسط الزرعي اللي راح اسوي اللي يكشف لي عن وجود الاحلام الجاريه. اول جروب راح احضر وسط دبل concentration واضيف حد مش قد 5 مول بكل تيوب. كل تيوب من التيوبات الخمسه مال اول جروب اضيف من الوسط مالتي 5 مول.
واضح طلاب؟ بس يكون التدريب مالته مضاعف. هذا البوينت. المجموعة الثانية راح تكون ايش قد؟ تحتوي على وصل زرعي. وصل زرعي ما تحتوي على 9 مول. الجروب الثاني يحتوي على 9 مول. الجروب الثالث يحتوي على ايش قد؟ 9.9 يعني 9 بالعشرة. تمام طلاب؟ يعني 9 مول فاصلة 9 بالعشرة مول من الوسط الزرعي. واضحة لنا طلاب؟ الأحجام مالت الوسط ايش قد يكون بالتيوبات؟ طلاب ويا عالخط؟ اي دكتور. واضح ان شاء الله التوزيعات؟ واضحة دكتور. هسه طلاب عندي الكمية المي ايش قد راح اضيف بكل تيوب؟ اوكي طلاب بس احنا عرفنا ايش قد كميات الاوساط نخليها بكل مجموعة كل جروب. هسه كمية الوسط عفوا كمية المياه اللي راح اسوي ديدكشن عنها. اول جروب ابو الدبل كونسنتريشن احنا قلنا كل تيوب ايش قد لازم يكون حجم نهائي؟ لازم يكون حجم نهائي 10 مول. زين انا حبرت وسط 5 مول ايش قد بعد اضيف لازم؟ 5 مول. تمام. بالضبط بالضبط عشان تديكم نضيف 5 مول حتى ايش قد يكون الحجم النهائي 10 مول. اوكي طلاب؟ فهالتيوبات الخمسه مالتي كل تيوب اضيف به 5 مول من عنيمه المي مالتي. اوكي؟ صار الحجم النهائي ايش قد؟ 10 مول. 10 مول. هذا بالتخافي في العشره ايش قد يقرونه؟ عشرة أس سالب واحد. صفر قد هو متصل به من عينة المي. طلاب تسمعوني؟ لا الصوت انقطع دكتور. يمكن الو طلاب تسمعون؟ اي اخر شيء سمعنا انه ضفنا 9 ضفنا 5 وصار 10 دكتور. أوكي حتى هسه الصوت واضح لو بعد انقطع؟ اي هسه واضح. نعم بس راحت اوكي انا دا اسوي تسجيل صح مو من بدايه المختبر سجلت بس هسه بديت بالتسجيل. واي شيء عندكم بعض طلاب نكمل ان شاء الله المختبر، واي شيء ما واضح عندكم بلغوني حتى اذا نعيد او نسوي وقت خاص غير وقت المختبر. تمام؟ تمام. بس المختبر شنو قول تفضل. طلاب هسه اول جروب افتهمتوا شلون الوضعيه ما تتم؟ بس جابوني اول جروب افتهمتوا واضح كل الكل؟ اي دكتور 5 سامبل و5 ميديا بالضبط و10 اس 0 لا تنسون من التخفيف العشره يقرا 10 اس 0 هاي النقطه كلش ركزوا عليها. طلاب هسه نجي على المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه اللي هي تحتوي على وسط ايش قد؟ 9 مول اللي هي من نوعين نوع دبل لو سنجل لا من نوع كونسنتريشن. واضح طلاب؟ هنا ايش قد كميه المي راح نضيفها؟ نريد نتحرى عنه 1 مول. اذا تحطوا في الجدول مكتوب 1 مول من الوسط العفو من كميه المياه اللي ابدا اضيفها مقابل 9 مول من الوسط الزرعي اللي هو كازاين فيكتور ستارش. تعرفونه صار حجم النهائي ايش قد؟ 10 مول بالضبط. زين طلاب هذا بالتخفيف العشريه يا تخفيف يقرأ لما ناخذ 1 مول ب 9 مول. إذا ما تتذكروا أذكركم بها يقرأ 10 أس ناقص 1 تخفيف العشر الأول. إذا تتذكروا تخفيف العشر الأول حفظوا طلاب. هسه أول جروب 10 أس 0 الثاني جروب ايش قد؟ 10 أس ناقص 1. ننتقل طلاب للجروب الثالث. هنا الجروب الثالث طلاب ايش قد كمية المي راح أضيفها؟
0.1 يعني 1 بالعشرة مول فقط، 1 بالعشرة مول فقط من كمية المي. أضيفه ليش قد؟ أضيفه لي 9.9 يعني 9.9. أوكي طلاب واضحة إن شاء الله؟ أي دكتور. يكون حجمنا ليش قد؟ 10 مول. زين بالتخفيف العشرة ليش قد نقرأ؟ يقرأ هذا بمعنى أنت خففت مرتين. أوكي يقرأ 10 أس ناقص 2. 10 أس ناقص 2. واضحة طلاب؟ واضح دكتور. هسه راح ننتقل وين؟ ننتقل على الجدول، بس اراويكم بالجدول حتى بعدين شلون ننتقل لقراءة النتيجة. طلاب إذا تلاحظون الجدول، إذا تلاحظونه عندكم ناس قد 10 أس 0 و10 أس ناقص 1 و10 أس ناقص 2. شفتوا يا طلاب؟ اي دكتور. فهو هذا القصد من اقول لكم شنو 10 أس 0 شنو 10 اس ناقص 1 شنو 10 اس ناقص، يعني لما اجيكم سؤال شنو 10 اس صفر تقولوا لي هذا مجموعه الدبل كونسنتريشن اضافه 5 ل 5 مول. اوكي؟ ال 10 اس ناقص اضافه 1 مول ب 9 مول سنجل كونسنتريشن. ال 10 اس ناقص 2 اللي هو ناتج من شنو؟ من 1 بالعشره الى 9 فاصله بالعشره 9.9 بالعشره. تمام طلاب؟ تمام دكتور. هسه بعدين اجي نشرح شنو هاي الارقام اللي تشوفوها جواها. هسه نجي نرجع للرسم او الفيجر مالتكم. دكتور بلا زحمة عليك، ممكن إعادة سريعة عن البداية لأن حس شوشنا كلش. أوكي. وهو دا أسألكم أنتم وين آخر شيء فصل من هذا الكونفوز يومكم وين صار الفصل؟ بيا نقطة. حتى نكمل معي، آخر شيء وصل لكم صوت شنو من عندي؟ صار بديت بالجدول بعدين انقطع. أوكي، تو حط الصورة. أول مجموعة بالجدول دكتور. تمام تمام تمام. ولا نرجع دكتور ماسك صوتي قطع.
اي دكتور. تمام. هل قبل شوية من تكلمنا عن المجاميع قلت لكم هي عبارة عن 15 تيوب وكل تيوب متكون من 3 مجاميع وكل مجموعة تحتوي على 5 تيوبات، وتكلمنا على أم الدبل كونسنتريشن والسنجل كونسنتريشن. تكلمنا على المجموعة الأولى أم الدبل كونسنتريشن إضافة 5 مالت الوسط وخمسة مالت خمسة مالت الوسط وخمسة دكتور كل شيء بعدين اسمع.
10 اس 0 10 اس ناقص 1 10 اس ناقص 2 تمام عاد شفت اياكم طلاب مثل ما قلت لكم هسه راح كيفيه قراءه النتائج النتائج نقراها كالاتي عندي كل جروب اباوي على جهه يعني الجروب الاول 10 اس 0 مثل ما قلنا دبل كونسنتريشن مالت الوسط التركيز مالته اوكي هذا دبل كونسنتريشن مالت الوسط مالتي شو اسوي له اقرا اليوتيوبات اليوتيوبات كيفيه القراءه مالته اذا قبل الجدول اكو ورقه اذا تطلعوا لي يا طلاب صفحه يمكن رقم 2 اذا تطلعوها يعني جوا الفيجر مالت المخطط طلاب ده سمعوني واضح الصوت؟ اي نعم دكتور بس الرقم 2 صفحه رقم 2 بالمختبر هنا مكتوب لكم يعني رقم 5 بالنقاط اذا تطلعوها يمكم مال تشيك ذا تيوب جيف بوزيتيف هذا السؤال احتمال يجيكم نقاط هاي نقاط كلش مهمه ركزوا عليها كيف نعرف هذا الوسط التيوب هذا مالتي بوزيتيف يعني اكو نمو بكتيري بصير بيه اكو عده نقاط النقطه الاولى هي اللاير كومبوزيشن تكوين طبقات مال عندنا التربيديتي السيدمنت كومبوزيشن يعني تكوين ترسبات دواء عندك تشينج اوف كلر تغير باللون الفيسكوسيتي انكريز اللزوجه مالتها زياده او ما تزيد تقريبا بالضبط هذا رقم 5 اذا تركزون عليها هاي النقاط هل تعتبر انديكيتر او مؤشرات على انه التيوب مالتي صار بي نمو بكتيري بي. تمام طلاب هذا الكلام بصوره جنرال عام يعني مو بصوره خاصه يعني سب المختبر الجاي راح نتكلم لا اكو صفات معينه الاحظها لازم اعتبر النتيجه بوزيتيف بس احنا كون احنا دا نستخدم وسط مثل كازاين بيبتون ستارش ودا نتكلم صوره عامه مو بصوره خاصه تمام طلاب فهنا النقطه البوينت اللي ننتبه عليها طلاب تمام طلاب هذه التيوبات الخمسه الاولى خلينا نقول عليها ظهرت بها العكوره ظهرت بها الترسبات تغير اللون هاي كلها تعتبر شو اعتبر اعتبرها بوزيتيف النتيجه اذا تلاحظون بالفقر الجوا اذا تلاحظون طلاب المكتوب خمسه بوزيتيف بدي تقروها طلاب اي دكتور هاي الخمسه البوزيتيف شنو هاي معناها معناته انه هاي صار فيها تغير لون اذا تلاحظون بالشكل مرسوم هو كان لونه مايل للاحمرار صار لونه اصفر دلاله على شنو التغير اللون؟ دلاله على انه وجود اكو نمو بكتيري. النمو البكتيري. عاشت ايديكم بالضبط، نمو بكتيري، فهذا النمو البكتيري اقرا اشوف كم تيوب صار به التغير من خلال هاي النقاط اللي قلنا عليها من النقطة رقم 5 النقاط اللي قلنا عليها. كم تغير صار عندي؟ احس بهذا بوزيتيف، هنا كم تيوب تغير لونه؟ عندي 5، فش اكتب؟ رقم 5، اكتب على جهة 10 اس 0 ايش قد يمها؟ رقم 5 يعني 5 تيوبات من عده طلعت بوزيتيف. انتقل على الجروب الثاني، الجروب الثاني كم واحد لونه اصفر صار؟ اعتقد تيوبين، ده تشوفون ولا ما ده تشوفون؟ دكتور طالع ثلاثه. ثلاثه؟ انا يمي تيوبات اثنين. لا اثنين العفو اثنين اصفر وثلاثه برتقال، يعني اثنين صاير نمو. بالضبط، عاشت اليكم طلعت. هنا عندي ايش قد البوزيتيف 2 ف10 اس ناقص 1 ايش قد يمها 2 اكتب تمام طلاب زين 10 اس ناقص 3 العفو 10 اس ناقص 1 2 تيوبات بوزيتيف 10 اس ناقص ايش قد 2 كم تيوب متغير لونه صفر ما عندي ولا واحد متغير لونه اذا شكتب 10 اس ناقص 2 ايش قد يمها رقم صفر هسه وين نرجع خلينا نرجع للجدول مالتكم هذا اللي قلنا لكم مو حفظ نرجع للجدول وتجون تقرون لي فوق مكتوب 10 اس 0 وين رقم 5 مين رقم 5 اذا تقرا اسمه اول مكتوب 0 2 1 3 4 ننتقل على جيل اكو رقم 5 قريتوا رقم 5 جوا 10 اس 0 قريتوا يا طلاب لو لا اي دكتور قريناها اي دكتور تمام هسه خلوا يم رقم 5 10 اس ناقص 0 10 اس 0 العفو 5 زين 10 اس ناقص 1 قد كانت النتيجه مالته ايش قد؟ اتذكر 2 صح ولا مو صح؟ اي دكتور اشوف 10 اس ناقص 1 اوكي يمها 10 اس 0 5 لازم تكون وبصفه يكون لازم ايش قد ال 10
طلاب الصوت واضح انه هم انقطع؟ لا دكتور. تمام. هسه طلاب بس 10 اس ناقص واحد، ايش قد قلنا؟ قلنا 2 تيوبات طلعت بوزيتيف. ف اقرا 5 مال 10 اس 0، 10 اس ناقص واحد يعني لازم قد تكون جوا 2. فاذا تلاحظون بالجدول، اذا تلاحظوها بالجدول 5 وبصفر شنو؟ 10 اس ناقص واحد 2. بتقرون يا طلاب؟ اي دكتور. عاشت ايديكم. زين، 10 اس ناقص 2 كم تيوبات كانت بوزيتيف؟ صفر، يعني ولا تيوب. اذا اجي اقرا على الجدول 10 اس ناقص 0 لازم تكون 5، و10 اس ناقص 1 لازم تكون 2، و10 اس ناقص 2 لازم تكون 0. فاذا تلاحظون طلاب 5 2 0، يعني هذا الرقم مالتها يكون، هذا الكود مالتها. زين، هذا شيء قابله بالاي الام بي ان؟ ايش قد يقابله؟ شنو يقابله بالضبط؟ من الارقام تقروها لما تقروها طلاب؟ تعلينا بصراحه 49 دكتور قبله بال بي ام 49. ليش عاشت ايديكم؟ اذا انتبهتوا على رقم 49. اذا 49 قريتوا، اذا كل 100 مول يحتوي على 49 خليه بكتيريه موجوده بالماء. ناتج من شنو 49؟ ناتج من قرينا الكود مالتنا مثل ما قلنا، ال 10 اس 0 ايش قد تكون؟ كم تيوب بوزيتيف بي؟ 5 تيوبات، اذا الرقم 5 لازم اختار. 10 اس ناقص 1 كم تيوب بوزيتيف؟ 2، لازم اقرا ايش قد 2. 10 اس ناقص 2 كم تيوب بوزيتيف؟ 0. فاذا ايش قد الرقم اذا تلاحظونه جوا كل واحد من تخفيف العشريه؟ 5 2 0. شفتوها كليتكم لو لا؟ بعد احد ما شافه؟ دكتور هاي بالجروب الاول. شنو بالجروب الاول؟ يعني دكتور يعني بالجروب الاول 10 اس 0 5 صح. 10 اس 10 اس ناقص 1 2 2 و10 ناقص 2 0 يعني الام بي ان يصير 49. عاشت ايدك صحيح، هسه قريت النتيجه صحيح، يعني من اجيبكم بالامتحان اعطيك نتائج. مثلا اقول لك البوزيتيف طلع لي بال10 0 5، طلع لي نانا 2 طلع لي 0، واجيب لك ارقام، اجيب لك مثل خلينا نقول اول 5 ارقام اجيب لك اياها يعني بالكود مالتها بالعدد البكتيريا مالتها، فانت تلقائيا من عندك النتيجه معلومه، فراسا راح تعرف تقرا الكود الصحيح. تفهمون يا طلاب؟ يعني دكتور ذني نحفظهن مثلا اذا لا. 5 او 0 0 لو بس هذه 5 و2 و0. انا قلت لكم طلاب الجدول هذا غير مطالبين بالحفظ، ما حد يحفظه، مستحيل، صعب، هذا ستاندرد ثابت، فبدون ما ينحفظ. بس قلت لكم بالامتحان، بس قلت لكم كيفيه قراءه النتيجه عرفوها شلون. بالامتحان راح اجيب لك النتيجه، اقول لك مثلا طلعت لي هل قد بوزيتيف 10 الصفر، هل قد طلعت لي بوزيتيف بالضبط، واجيب لكم عده ارقام بس من ضمنها هي الكود الصحيح. باعتبار انت تعرف شلون تقرا الكود مالتك، تعرف شلون اطلع ايش قد الرقم مالتك، شلون صار طلعنا 5 2 0، راح راسا تعرف الكود مالتك وراسا راح تعرف هو هذا المطلوب من عندك. تفهمون طلاب؟ بمعنى اخر مثلا اجيب لكم بالام سي كيو، خلوا بالكم اجيب لك سؤال بالام سي كيو، اقول لك هل قد طلعت لي النتائج مالتي الكود مالتي، واعطيك اعداد ويا الاعداد اعطيك الكودات مالتها، فانت شلون راح تقرا النتيجه مالتك؟ تبقى خيمكم وتختارون الجواب صار باعتباره هو موجود، بس كجدول كله مطالب لا، مستحيل هذا الشيء. واضح ان شاء الله طلاب؟ اي دكتور واضح ان شاء الله، لان هذا المختبر طلاب، المختبر اللي بعده راح يكون معتمد عليه، فاذا ما عرفت تقرا الكود هنا شلون فبالمختبر الجاي ما حتكون عندك صعوبه. تفهمون طلاب؟ دكتور ممكن تعيدها اكثر؟ يعني ما اعرف مثلا 49 منين جت 49؟ ال 49، ال 49 هي هاي ستاندرد ثابته، يعني من عمليات احصائيه واحتماليه خلينا نقول بهالمعنى هذا ماكو، وصلوا الكونفدنس مالتها الثقه مالتها هاي انه كل 100 مول اذا طلعت لي هاي التيوبات ال 15 هل قد هذا الكود مالتها، الكونفدنس مالتها يعتقدون انه تقريبا 95% من عندها ايش قد؟ 49 خليه بكتيريا كل 100 مول. صار معلوم؟ فهذا فشيء تقدير احصائي، يعني مو احنا استنتجناه وطلعناه، هذا ناتج عده عمليات رياضيه وحسابيه، اوكي؟
الا وصلوا لهاي النتائج التقديريه، فصار مثل الستاندر الثابت. احنا شنو وظيفتنا هنا كبيولوجي؟ نشتغل وظيفتنا انه نسوي الجروبات الثلاثه اللي هي عباره عن كل جروب عباره عن 5 تيوبات، اوكي، ونوزع الوسط الزرعي من دبل كونسنتريشن الى سنجل كونسنتريشن، ونسوي الاضافات مالتنا اللي هي عباره عن 5 مول ب 1 مول 1 بالعشرة مول. بعد ذلك ايش نسوي؟ نقرا النتائج مالتنا. قلنا شلون نقرا النتائج؟ قلنا اكو صفات معينه موجوده نقرا بها من خلال تغير اللون، من خلال العكور الموجوده، من خلال اللزوجه، من خلال الترسبات، من خلال تكوين طبقات، هاي كلها من خلال الرائحه ايضا لما نقدر نعتبر نقطه. من خلال هاي النتائج نقدر نعرف انه اكو نمو بكتيري صار بالوسط الزرعي. واضحه ان شاء الله طلاب؟ لو بعد غامضه وقفه شيء ما مفهوم. دكتور يعني اقصد يعني هاي الكودات اقراها على اساس النتائج اللي طلعناها؟ عشان ايش بالضبط النتائج يعني طلعت الجروب الاول اللي هو 10 اس 0 او الجروب الثاني 10 سالب سالب 1، يعني الخمسه هو الجروب الاصلي والثلاثه اللي صار بهن التغيير، العفو اللي ما صار بهن التغيير، والاثنين اللي هن تغيرن. بالضبط صح. في الكود يقرا بس على التغيير، شنو صار بتغيير فقط ناخذه بس. العفو دكتور، يعني اذا ضفت 5 مول راح يصير الاس مالتها صفر، واذا 1 مول راح يصير 1، واذا 0.1 هاي ستاندر كامل يعني. بالضبط. انا ليش قلت لكم تخفيف عشريه؟ يعني ما تغير هذه تخفيف وهي بس ذن. لا طلاب لا اسمحوا لي، لا قلت لكم اكو عده، يعني باو ترى هو مو بس هالطريقه، اكو عده طرق. يعني اذا نرجع بدايه المختبر قلت لكم اكو انتريتد واكو تريتد، اذا تتذكرون قلت لكم بس انا ما منزل الجدول مال التريتد باعتبار لان ما راح ندخل بتفاصيله. اوكي، هذاك ايش معتمد؟ ايش معتمد؟ العفو ثلاث جروبات. هذاك ايش معتمد؟ على جروبات اثنين، والجروبات الاثنين مالته معتمده على اساس تقسيم. يعني تقسيم شنو؟ تقسيم عباره عن تيوب واحد بيحتوي على 50 مول، والتيوب الاخر معتمد على 5 تيوبات مقسمه على 10 مول. تفهمون الطلاب؟ ولها جداولها الخاصه. لها جداولها الخاصه، يعني نفس الطريقه العفو. لو تاخذوها الام بي ام وتكتبوها بالنت راح تطلع عندكم عده طرق، اكو طريقه يستخدمون هي هاي احنا التقليديه خلينا نقول عليها ب 15 تيوب، اكو طريقه يستخدمون بها 9 تيوبات، يعني كل جروب 3 تيوبات، اكو طريقه يستخدمون 6 تيوبات اثنين بس على 50 مول 50 مول. واكو طريقه لا تستخدم 50 مول ب 5 مول، 5 تيوبات يعني 10 تيوبات، تاخذ 5 تيوبات على 10 مول. تفهمون كلامي طلاب؟ فاكو عده طرق للحساب مالته، بس كل وحده لها جداولها الخاصه. الجدول احنا اللي بننزل لكم اياه اللي هو راح نعتمده يعني حتى بالامتحان، او يعني اذا اشتغلنا عمل ان شاء الله اذا رجع التعليم الحضوري راح يكون على هاي الطريقه فقط. الطريقه ام الجدول ثلاث جروبات على اساس 5 تيوبات. واضح طلاب؟ واضح دكتور. لان يعني مو ما اقول لك هي ثابت، اذا قلت لك ثابت هو شان مغالطه. ليش؟ لان راح تدخل عنه بس بسيط عن الموضوع راح يطلع لك بعده طرق. بس دكتور يعني مثلا اذا ضفنا 0.2 يصير؟ نعم. يعني مثلا يجينا هذا السؤال هيك يعني ايش قد راح يصير الاس مالته؟ ها انت شو تقولي؟ ايش هذا السؤال يعني ما داعي. هو خش سؤال بس سؤال صعب، هذا مو سؤال يعني زين ترى. سؤال خبيث هذا السؤال يعني. فاذا تدون اجيب لكم اياه عادي ما عندي مشكله. لا اقصد يعني تجيني هيك سؤال لو لا بس دني عني يعني انا ما اجيب هيك اسئله كلش معقد. اذا اجيبكم في شيء بسيط ودايركت وواضح. شكرا. صح يمكن صح يمكن تحسون لي اكو لوف، بس اللوف مالته تكون كلش مباشره يعني كلش واضحه يعني. ما دخلكم بغموضات يعني بها، لان اول شيء ماده عمل مو نظري، هذا جانب. جانب لا هي الماده يعني ما بيفش شيء صعب، بس انتم افتهموا طلاب افتهموا بصوره عامه. اذا قلت 2 بالعشره بس اذا سويت بدل 10 مول سويت مثلا لازم 5 مول ترهم 10 اس ناقص 2. بس اذا انا قلت مثلا اذا جبت لكم اياها صح وغلط اي مثلا اذا 10 يطلع الناتج ما اجيب سؤال. بس مثلا اقول لكم على سبيل المثال بالصح وغلط، مثلا جبت مسلسل صح وغلط قلت لك اول جروب ضفنا 5 مول وثاني جروب ضفنا 1 مول وثالث جروب ضفنا 2 ب 10 مول، صح ولا غلط؟ بس راح تكتب لي غلط، واذا كتبت لك صح الخطا راح تكتب لي الجروب الثالث نضيف 1 ب 10 مول وليس 2 ب 10.
يعني تكون بهالطريقة. بس هي الفكرة العامة أنتوا تو طلابية تخفيف عشرية، فليش إحنا لو سوينا عشرة الصفر يعني ماكو تخفيف عشري. التخفيف العشري بدأ من ثاني واحد اللي هو من أخذنا واحد مول تسعة مول، فتلقائنا حج قد يكون تخفيف مالت العشري واحد بالعشرة، يعني العفو عشرة ناقص واحد. المضيفنا واحد بالمية واحد بالعشرة العفو إلى تسعة فاصلة تسعة، إذن هذا كأنما خففناه مرتين، كأنما أخذنا واحد مول تسعة واحد مول لا تسعة بهذه الطريقة. واضح طلاب لو أكو بعض الأمور موجود. دكتور يعني هو شلون أمسك يجي؟ يعني تعطينا الكود مثلاً لو شلون؟ لو هو بالتراكيز. مو الكود، مو أعطيش، أعطيش النتيجة. النتاج. المجموعة الأولى ظهرت خمسة بواسطة. المجموعة الثانية ظهرت ثلاثة بواسطة. المجموعة الثالثة ظهرت واحد بواسطة. تفهمين كلامي؟ هالشكل. أنا ما أعطيك الكود، أنا ما أقول لك، ما راح أكتب لك أقول لك الكود. أنا حطيت نتائج. بس باعتبار تعرف أنت شو المطلوب من أن نطلع الـ MBN مالته؟ بالضبط، أطلع الـ MBN مالته، بس لما أكتب لك الـ MBN أكتب لك مثلاً هذا الكود مال 5 2 0، الكود مالته كذا، الرقم مالته كذا. 5 2 1 هذا كذا رقمه، تفهمين كلامي؟ هالشكل. باعتبار أنت قاريها وتعرف شلون تقرا الشفرة مالته، فرسم الكود مالته، رسم طلعها ورسم تكتبه. هذا جانب. جانب الآخر طلاب، ليش انا قلت لكم هذا المختبر له علاقه بالمختبر راح يجي. المختبر اللي وراه قراءه الكود مو بهاي الطريقه راح تكون، راح اكو اختلاف بيها راح يصير. فهي المختبرات من راح تكثر راح هسه كماته بسيطه كدايركت ماته بسيطه، بس لما راح تدخل طرق ثانيه للتحري عن غير مسببات وغير ملوثات ذكيه خلينا نقول ماين اورجانزم، شويه بقراءه الكود شويه راح يصير اكو يعني شو اختلاط او تشابك. فواحد واحد ايش قد منتبه وايش قد ركز، يعني ايش قد خلينا نقول ايش قد ما فاهم الموضوع راح يقدر يجاوب بسهوله، يعني حيكون السؤال سهل بالنسبه له. واضح ان شاء الله طلع؟ بس العفو يعني مثلا مثل ما ذكرت حضرتك 5 2 1، زين انا شلون راح اعرف اقرا الشفره ماده واعطي نتيجه ام بي ان 70 بدون ما اني انا حافظه الام بي ان اللي بالجدول؟ وان واحد وهذا خلوه يوم الامتحان حتى شو راح اجيب لي. لا يعني انت قلت لي انه ما نحفظه احنا، فشلون يعني نقرا يعني مباشره من خلال القيم اعرف؟ اجيب لكم مثال. 5 2 0 هذا الفيديو اللي اخذته قريته مرتين. انا ما راح اقول لك 5 2 0، راح اقول لك اليوتيوب الاول 5 بوزيتيف طلعت بي، 5 تيوبات طلع انه بكتيريا، اثنين تيوبات طلع انه مو بكتيريا المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة طلع ولا تيوب من تيوبات بيها مو بكتيريا. واعطيك ارقام، اكتب لك مثلا 5 0 0 23 اي بي 5 0 1 31 5 2 1 70 5 2 0 49 خاصة اي بي سي دي. فانت راح تجين شلون تقرا النتيجة؟ راسا شو تقول؟ تقول اول تيوب 5 ثاني تيوب مجموعة قد 2 ثلاث مجموعة واحد أو صفر، أوكي؟ أجي أقرب الكودات أنا أعطيكم إياها، خلاص 5 2 0 5 2 أي أن هذا الجواب الصحيح. صارت واضحة؟ دكتور يعني أنت تنطينا الـ MPN بالأمس وبالاختيارات. بالضبط. يعني إحنا بس مجرد نطابقه ونكتب إذا نختار بالضبط الاختيار الصحيح. بالضبط. أو الـ True والFalse ذاك كمان. بالضبط. أكيد يا دكتور. مستحيل الجدول اقول لكم حفظوه صعب، لان انا ما احفظ هذا الجدول صعب. هلا الله نحدد مثلا كم قيمه ونحدد نقول بهذني بس. وهم صعبه هاي السالفه الصيف. ليش صعبه الجدول ستاندر حتى نشتغل واحد يرجع الجدول. تمام طلاب؟ فلنا اوكي الجدول ان شاء الله تكون واضح بالنسبه لكم، طريقه العمل ما تحضير الامبيان كلش واضحه ان شاء الله، والتعريف والتريدد وان تريدد واضحه. طلاب اخر صفحه بالمختبر صفحه رقم 4 اكو درينك ووتر كلاسيفيكيشن ان سم اوروبي كونتري، يعني يقول لك بعض الدول الاوروبيه اكو تصنيف المياه يعتبرها مياه نقيه لو مو نقيه، صالحه للشرب لو غير صالحه للشرب. بمعنى إذا كان أعداد المايكرو أورجانزم كل واحد مول طلاب، كل واحد، هذا جدول حفظ طلاب صدق، هذا جدول حفظ. إذا كانت الأعداد البكتيريا كل واحد مول أقل من 10 بكتيريا، التوتال مالته بالواحد مول فهي تعتبر مياه نقية جدا.
من 10 إلى 100 أيضا تعتبر مياه صالحة للشرب، يعني مياه نقية. من 100 إلى 1000 مقبولة هاي المياه نقية، بس من 1000 إلى 10000 تعتبر مياه متوسطة النقاوة. من 10000 إلى 100000 هاي مياه ملوثة، خلينا نقول. أما إذا عبرت 100000 فإذا هاي مياه جدا ملوثة. تمام طلاب، واضح إن شاء الله؟ تمام دكتور. هذا حفظ الجدول؟ الجدول هذا حفظ بالضبط، هذا جدول حفظ طلاب. وانتم يعني تلخصوه بصوره، يعني انتم دائما تحسبوا من 10000 فوق يعتبر غير صالح للشرب، يعني تقولوا بس اقل يعني درجه قبولتها يعني مقبوله. من تعبر الجيت خلينا نقول 100 تعتبر، من 100 للالف تعتبر مياه نقيه، تعتبر يعني جيده. من تعبر الالف مياه متوسطه مثل ما قلنا، 100000 هاي بعد مياه ملوثه اصلا تعتبر. يعني انتم شلون الواحد اذا اكثر خاصه بالحفظ، يعني انتم شلون تبسطوها لنفسكم يعني. تمام طلاب، واضح ان شاء الله؟ طلاب هذا بالنسبه لليوم المختار مالت، احنا خلصنا. نرجع لسالفه الوقت المحاضره. طلاب انتم شفتوا هسه دكتور غسان فات علينا، ومن العماد ما تقسم مال الكليه مالتنا. الجدول انا قبل فتره يعني قلت لكم بيس ساعه بيس ساعه، قلت لكم مقاصره وكذا من الامور، الا ان اتفقنا على ساعه ب 12 ونص. جماعه طلعوا لي قالوا لي احنا عندنا مقاصره وشلون وضعنا. انا ما اقدر يعني القسم مالته احنا قاعد نلعب وياه، قول ساعه اقول له انا بالبدايه احنا الاصلي مالته 8 ونص، ارجع اقول له ب 12 ونص، بس اقول له لا بالوحده صعبه طلاب صعبه. اما تقولوا احنا تحكينا يا دكتور عادل وما وصلنا النتيجه، اوكي طلاب المفروض انتم بالبدايه اول ما صارت هاي الالكترونيه وصار الجدول مالتكم